ها نحن نواجه أنفسنا اليوم نبحث عن الحرية والصلاح في حراك مبارك قد يكون بداية عهد جديد مع الحق. ننادي بعبارات الإصلاح والتغيير وقلوبنا تخشاها عتمة الانحراف والزيغ والتقصير. قل بربك كيف لنا أن ندفع السيئة بالسيئة والفساد بمثله وانعدام المسؤولية بلا مبالاة. قد تتساءل الآن قائلا وما مقصودك يا هذا؟ وأجيبك بلسان الرجل الجالس في المقهى منذ الصباح من غير سعي، هذا مشي قعشاب. فيستثني نفسه من مجموع الأمة، ولازلنا نبحث في قواميس اللغة عن مفهوم ومصطلح الشعب ومن يكون الشعب بمنطق هذا الرجل. سنكون بخير يا سادة، سنكون بخير، وسيولي الله علينا خيارنا حين نصدق أنفسنا قولا وفعلا، حين نكف عن التناقض بين قول سائغ جميل وفعل لا يليق بنا. سنكون بخير حين نعلم علم اليقين أن أضعف الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فكيف برجل منا لا يزال يصر على رمي الأذى في أي مكان شاء وبلا مبالاة شديدة؟ ثم ماذا؟ ثم تجده أو تراه يجادل الناس في هذا الوطن، يقارنه باليابان وسويسرا، ثم يختتم قائلا هاد البلاد مسخة. سنكون بخير يا سادة حين يبتسم الموظف في الإدارة في وجه عجوز ويخدمها دون أن يجعل سعيها شقاء، حين يدخل الطالب امتحانه بنية التفوق لا بنية الغش، مبررا ذلك بقوله الله غالب باش يجيب العام. سنكون بخير حين يسلم جارك بوائقك، حين يتفانى الأستاذ في تربية جيل أمة، وحين يعلم الطبيب في المشفى أنه أفضل وآخر حل لمريض فقير طريح الفراش لا يملك مالا يعالج به في عيادة خاصة. سنكون بخير يا سادة حين نتوقف عن تقديم الرشوة وقبولها تحت مسميات فطور قهوة. سنكون بخير حين نحترم اختلافاتنا في الحوارات والنقاشات، حين نحترم حرية الدين والمعتقد وأن لكل منا فلسفته في هذه الحياة. سنكون بخير حين نتوقف عن الحكم على الناس من خلال المظاهر والشكليات. دعني أقول لكم أننا سنكون بخير يا سادة حين تمشي المرأة في أزقة هذا البلد دون أن يعترضها أحد بعباراته الجميلة نابية، وأن الدين النصيحة ليس الفضيحة. حين نستبدل مصطلحات التفرقة، هذا قبائلي وهذا شاوي وهذا عاصمي وهذا من الصحراء وهذا تلمساني، بمصطلح الوحدة القومية جزائري وفقط. قيل في زمن مضى أن العبرة ليست بنقص البدايات، ولكن العبرة بكمال النهايات. وهذا لندرك نحن الذين تخلفنا في السير وتعثرنا في الطريق ألا نفقد الأمل، وأن الطريق لا يزال مفتوحا أمامنا، ولا يزال مفتوحا لنا لنثبت ونستقيم ويصلح غراسنا فيه، وأن النهايات نصيب الذين صدقوا وثبتوا وجدوا مهما تعثروا في بداياتهم. الوطن يا سادة يحتاج إلى تضحيات اليوم أكثر من حاجته إلى شعارات. خطواتنا الصغيرة ستأخذنا حتما نحو مقصدنا الكبير يوما، نحو وطن نفخر بأن كنا نحن من صنعناه.